على وقع هذا اللحن البحري وحماس الصيادين، استبشر اهالي محافظة ظفار بموسم صيد السردين، او كما يطلق عليه محليا بالعيد والعومة، والذي يبدأ من شهر ديسمبر الى شهر فبراير، واحيانا يمتد الى شهر مارس من كل عام. الموسم بشكل عام انا السرب الحمد لله، يعني كان موسم مش مثل العام السنوات القديمة، لأنه كان ضعيف شوي من أول، لكن الحمد لله الحين صار أشياء أحسن. وتزداد أسراب السردين في هذا الموسم نتيجة المياه الباردة في المحيط الهندي، وهربا من مطاردة الأسماك الكبيرة والمفترسة، حيث تسلك خط سيرا في المياه الشاطئية الأقل برودة بمحاذاة الشريط الساحلي. من هناك يتخارج كل هنا سلالة ولا حافة ولا طاقة ولا يعني توقيت فيه العمر. وتختلف طرق صيد السردين من حيث حجم الشباك، ولعل الشباك الكبيرة التي يعمل فيها مجموعة كبيرة من الصيادين هي الأكثر شيوعا في المحافظة، وتباع أسماك السردين في الأسواق المحلية والخليجية، كما يستخدم كعلف للحيوانات بعد أن يجفف، وسمادا للأراضي الزراعية، واستخراج الزيوت التي تدخل في طلي القوارب والسفن. يعني هذول الشباب يعني قلبيتهم حوالي يمكن 18 إلى 19 شاب، كلهم مخلصين الثانوية وحتى مخلصين المعاهد والجامعات، موجودين عندنا شقالين، لين عاد ما حصلوا على وظائف، وهم يعني شقالين معنا علشان يعني خردتهم وكسب رزق. بقى الثلاث أضواقي، وهذه الثلاث أضواقي ما وحت، شفت؟ والضواقي هذه فيها شباب، ما تحصل شيء بمثلي إلا نحن عدة أشخاص ثلاثة أو أربعة، والبقية كلهم شباب. يعد موسم الضواقي من المواسم البحرية الهامة بمحافظة ظفار، حيث يشكل موردا اقتصاديا مهما بالنسبة للصيادين وأهالي المحافظة بشكل عام. لتلفزيون سلطنة عمان، سالم بن بخيت العامري، محافظة ظفار، صلالة.